What do you mean? يو شتقتولك؟ لا اخر همي يشوفوا انا وين؟ مين قابل هيك؟ اوكي لا كان حلمي اجي زور هالمنطقة واخيرا جينا لهون. بس كيف بتوصلوا من دبي على لابلاند؟ اول شي بتفوتوا بتحجزوا تذكرة طيران من دبي على هلسنكي، بتطيروا من مطار دبي، يو نو جربوا تتسلوا على الطيارة لان بدكم 6 ساعات لتوصلوا. لما توصلوا على مطار هلسنكي بتكون خلصت كل الرحلات على لابلاند، سو بدكم تناموا بالمطار ليلة واحدة، بس ما تخافوا الهوتيلات بالمطار كتير حلوين مرتبين نظاف أهم شيء. تاني نهار بكير بتطيروا من هلسنكي على مطار كيتيلا اللي هو بلابلاند، وأخيرا توصلوا لهون and it's so worth it. بس في كتير هوتيلات حلوة هون، سو بنصحكم تغيروا هوتيلات، تجربوا كذا هوتيل برحلتكم، وهيدا اللي نحن حنعمله. أول هوتيل اللي نحن قاعدين فيه اسمه The Northern Lights Ranch. عادي هيدي غرفتي بوسط الغابة والثلج، سو كالعادة روم تور. بتفوتوا من هون وبتشلحوا مناجركم لأن كلهم ثلج، بعدين بتفوتوا على الغرفة. Look how pretty! والسقف وكل هون فيهم تسخين سو ما بيجلدوا. تخيلوا كل يوم تفيقوا على هيك مناظر. أنا فكرت كتير حيكون في برد بالغرفة بس كلها مدفية حتى الأرض. نايس. وبعد في اوضة قعدة تي في، كمان في هون شباك تشوفوا الباقي. اوه ذاتس سو بريتي. وات دو يو مين؟ اول مرة بشوف الثلج. يا كاتشاكوزي انت. نو 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 سو معلومات مهمة بدكم تعرفوها إذا بدكم تجوا لمحل هيك، بدكم تياب كتير بس مش من أي نوعية، من نوعية معينة. أول شي بدكم بيس لايرز اللي هي طبقة حرارية بتدفيكم من تحت كل شي. الطبقة التانية هي الفليس لاير شوي أسمك، هيدي الطبقة كتير منيحة من البراند مارمت، لازم يكون عندكم إياها بالجاكيت ومن الطبقة تحتانية. وآخر طبقة هي ضد المي اللي حتحمي كل تيابكم لما تروحوا تلعبوا بالثلج. سو بتكونوا كلكم من راسكم لإجريكم ناشفين، ولازم تدفوا إجريكم، I think أهم شيء. سو بدكم كلسات حرارية وشي يدفي راسكم، وأكثر شغلة بتفرز هي إيديكم. سو I think I'm ready. بس قبل ما تطلعوا لمحل بدكم بوتس يكونوا ضد الثلج. هو لأنا جبتهم من إيميو، وأنا بين السعودية ودبي أبداً ما لقيت أشياء للثلج. آخر شيء لقيت كل هيدا من DSI بمحل بسكي دبي بمول ذا إمارات، حطيت لكم الرابط تحت. أوكي سكتي ليلى، خلينا نروح نلعب بالثلج. حنوق على ورا بالثلج. وليد قولي لهم ما خليكي هنا، خليكي هنا. جد لا ما بتجي. I'm Rudolph. لا هيدي كتير قوي. Do you wanna build a snowman? هنعمل هرم. فشل بتاعنا. احنا عملنا سنومان بس طلع هومليس، فتبرعوا تبرعوا لو بدولار، دولار واحد بص ينقذ الغلبان ده. بص عامل ازاي؟ صغير كده وقاعد في البرد. شوفوا كيف طلع كاتشاكوتشي، نسميه كاتشاكوتشي سنومان. اخ ذات واز سو فن. وهلا بدنا نبلش مغامرات لابلاند. هيدي غرفتي وهيدي غرفة عدلي. جاهز؟ يلا هنعمل ايه النهارده؟ هلا شوف يلا. What do you mean? Go in, it's fine. Unless he knows you, not from the back, just announce your presence. So إذا بعدكم رح ترجع
بتعرفوا هيدا اللي حنعمله هلا. سلي راي. لا مش بيحبك. يا هيدا لا هيدا مش طايقني. Anyways that was amazing. تجربة تعلموها مرة بحياتكم. هيدا عمره 6 اشهر تخيلوا. عايشين هنا؟ تقولي ميت. God, this is so cute. حاطي علب دعايه. Oh my god, بيطلع لنا رخصة سواقة الريندير. ما عندي حتى رخصة سواقة العادية بس عندي الريندير وان. يو! بعدني مستغربة قديه دافية الغرفة. Anyways, نمت شوي لأن اليوم بدنا نسهر نشوف Northern Lights. كيف بدي فسركم إياها هيدي بالعربي؟ جوجل. أوكي, اسم الأضواء الشمالية. بالعربي هي ظاهرة كونية بتصير لما الطاقة الكهرومغناطيسية من الشمس تتفاعل مع الطبقات الجوية من الكرة الأرضية اللي هن النورث بول والساوث بول. بما انه المحل اللي نحن فيه هلا بفنلند لابلاند كتير كتير قريب من القطب الشمالي, بيكون واحد من المحلات القليلة جدا اللي فيكن تشوفون. ان شاء الله نقدر نشوفون على قليل الساعة. اذا قدرنا نشوفون ونصورون هحطلكن فيديو هون. صباح الخير. احذروا قد الساعة هلا. الساعة 10 الصبح هون بفنلندا, بس بيكون في شمس الساعة 9 للساعة 3, يعني بتغيب الشمس الساعة 3. يلا نبلش اليوم. يوم المغامرات غير عن شي شفتوه بحياتكم. بس انه نحن بلابلاند ما فينا منشئ على رفيقنا سانتا كلوز, صح؟ لازم نعمل واجبات. يو الكل سمعني. يلا ماشي يلا عشان سانتا راكن رودولف صرف تاني وعمال بيكلمني عشان اوكي يلا. جايز وصلنا على عالم سانتا كلوز. او ماي جاد واو. This is so nice. To be careful you don't face him. Yeah, because my nose does get red as well. Yes, and then that red, yes. My you are far too pretty for Rudolph. قاعدة قاعدين مع سانتا عم نتحدث عم بيقلنا كل أسراره. It's fine, it's casual. What do you mean? How old are you? Can you tell us that? A little bit embarrassing. No, no, you don't look a day over 40. Because I don't know. Oh. He stopped counting. اوكي ساعتونا زحلب فنلندي. لا شراب شو هو شراب فعلا. الشراب اللي بتلبس عصير شرابات. شاي فنلندي سبايسز بهارات بهارات وزبيب و قرنفل وقرفة وزبيب ولوز. بس سيب غير بتعرفش تتكلم عربي. لا مش فطار. جميل. لا والله اسمه لا بعد ما تشربوها انا حر. احلى جو جايز. اتس سو كيوت. شاي مع تلج برا. صباح الخير. لاحظنا قول صباح الخير. شوفوا وين رايحين. هاي جايز شوفوا وين رايحين. انا حرة. كيف الرحلة معك انت؟ هلا انبسطنا جدا بس لاحظت ان الجو حر شوية. يا لو شوي قبل على طول اول ما تنزل بتبتدي تعرق وكده. ف مفيش تكييفات شغاله في البلد كلها. بس ف هذا البيت شكله معمول من جينجر بريد وجواته بنعمل الجينجر بريد كوكيز. هلا نحن بغرفه كامله بس لخبز الجينجر بريد كوكيز. لو فيكم تشموا الريحه بس.
And when you're ready, you just put it inside the paper. شو الشغلة الوحيدة اللي قلت لي بدك تعملها هون؟ Oh my god!